السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي متتبعي شوف تي في مباشرة معكم من زنقة قلميمة. الوقاية المدنية سيطرت على واحد الحريق بسبب شارجور، يعني جات في الحين سيطرت عليك ما كانت غادي توقع الكارثة. ما كاينش إصابات، داكشي خفيف كما كتلاحظوا. هذا هو مدخل المنزل اللي وقعت فيه الكارثة، يعني كما كتلاحظوا يعني منزل سفلي شارجور، ولكن الوقاية المدنية سيطرت على الحريق. المواطنين خصهم يردوا البال من شارجور. الوقاية المدنية جات في الحين وسيطرت على الحريق بالماء زعما ينشف داخل المنزل. تم السيطرة على الحريق. سلام الله، يعني ربما منزل الكونسياج. الوقاية المدنية جات في الحين وسيطرت على الحريق، يعني قبل ما يشعل كاع الحريق، يعني غير الكونسياج حس بالدخان، خرج الدخان شوية، اتصل بالوقاية المدنية جاو سيطروا على الوضع. يعني خص المواطنين يردوا البال من الشارجورات، خصوصا الشارجورات ديال شينوا. كما كتلاحظوا نص السكان كاملين خرجوا، يلا غادي يرجعوا للمنازل ديالهم. مشاهدي متتبعي شوف تي في مباشرة معكم من زنقة قلميمة، يعني الوقاية المدنية سيطرت على الحريق داخل المنزل. طيب خويا، طيب الوقاية المدنية جات في الحين وواحد الكونسيرج انتبه زعما الدخان، دخل شاف الدخان بسيط، رعايه الوقاية المدنية جات في الحين وسيطرت عليه قبل ما تقع بالكارثة، يعني الشارجور حرق منازل كبيرة وكانوا فيها الوفيات. يعني هذا المنزل الوقاية المدنية جات في الحين كما كتلاحظوا، السكان تخلعوا وهبطوا كاملين. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا البث وإلى اللقاء.